أنا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم يا زينب، فتحت عنوان طاق مبسوطة اجتمعوا سيدات سورية تشكل جمعية غير ربحية تهدف لتمكين المرأة ودفعها لسوق العمل عبر تطوير الملكات الإبداعية والأدوات الفنية والثقافية يلي معها. من بداية انطلاق هالجمعية بدأت بأفكار ثقافية مختلفة، من ورشات للكتابة وورشات للتصوير وغيرها. من هالنشاطات بالأمس احتضن غاليري الفنان مصطفى علي حفل توقيع كتاب الأعمال والنصوص الإبداعية لجمعية طاق مبسوطة التي رصدتها كاميرا الإخبارية السورية. منشوف الحفل ومنرجع. الورشة أساسا هي تهدف إلى تمكين المرأة من دخول إلى سوق العمل الثقافي والفني. مع تمكن الفتيات من الكتابة المسرحية، بعتقد أنه نحن أتحنا في المجال للصبايا اللي اتبعوا الدورة اتبعوا الورشة أنهم يقدموا منتج بالمستقبل بكفاءة وبأهلية وبشرعية أيضا بنفس الوقت. هذا المشروع يقوم على ورشات كتابة يشرف عليها مجموعة من الأساتذة الكبار في مجال مثلا الكتابة المسرحية، الكتابة السردية، القصيدة وما شابه ذلك. يشرفون على الكتابة، يقرؤون النصوص التي تنتج من بين أيدي يعني هؤلاء الصبايا، يختارون الأجمل منها والأكثر يعني نجاحا فنيا ومعنويا. بعد ذلك يأتي دور الهيئة العامة السورية للكتاب وفق اتفاقية يعني تم توقيعها مع هذه الجمعية المتميزة. هنا أيضا تقرأ الأعمال من قبل خبراء الهيئة، فنرى أهم هذه الأعمال ويتم اختيارها، ثم تطبع في مطابع طبعا وزارة الثقافة وتصدر باسم الهيئة العامة السورية للكتاب وتاء مبسوطة، وبالتالي يكون هذا العمل حصيلة تعاون مشترك ما بين هاتين الجهتين. لنحكي أكثر عن النصوص والكتاب وغيره من الأعمال الكتابية والنشاطات معنا بصباحنا غير لليوم تاتيانا أبو عسلي، مشاركة بورشات جمعية طاق مبسوطة بكتابة النصوص. صباح الخير. وفيحاء جبارة، مشاركة بكتابة النصوص بجمعية أيضا طاق مبسوطة. صباح الخير فيحاء وصباح الخير تاتيانا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. يعني تاتيانا رح نبدأ معك، تحكي لنا شوي عن النصوص اللي كنتي مشاركة فيها ضمن حفل توقيع بالأمس. أوكي، أنا بس قبل النصوص بدي أحكي شوي عن طاقة مبسوطة. طاقة مبسوطة خلينا ناخذ لمحة عنها. أي لمحة صغيرة معلي، لأنه هني بصراحة جمعية ترفع لهم القبعة. هي جمعية تعنى بالنساء بتمكين المرأة، قائمة عليها السيدة ديانا جبور. هاي الجمعية حبت تاخذ منحنى آخر غير التدريب المهني اللي بيعملوه عادة للنساء والشغلات المعتادة، حبت تروح بالاتجاه الثقافي والفني وتخلق هاي المواهب من عند الصبايا فهي عم تطالعون عم تخلقون وعم تمكنون بأنهم يصيروا مهن لإلها بحيث تقدر تكفي يعني بحياتها. نعم. هون أخذت اسم تاء مبسوطة. تاء مبسوطة لأنه مؤنس. نعم. خلينا نحكي مع حضرتك بالبداية عن يمكن ورشة العمل يلي أقيمت، وشفنا كتير من الصبايا مشاركين ومبسوطين وعم يقدموا شيء ولقوا يمكن حضن أو مكان أو
من خلال الجمعية لحتى ينفذوا كل موهبة بجواتهم؟ بعتقد أنه أجمل انتماء حيصير بحياتي هو انتمائك لهي الورشة، يعني أنه تنتمي ل 17 أنسة، كل أنسة مبدعة بطريقة مختلفة، ولا أنسة منها كانت أنسة تقليدية أو أنسة عادية، كل واحدة كانت بحزاتها يكون من شرائح مختلفة ومن دراسات كتير مختلفين مختلفة. يعني مستحيل نقدروا ينجمعوا بالحياة العادية ولهي الورشة نحن ما جمعنا. فمعرفتي فيهم كانت من أهم الشغلات اللي أنا حصلتها من هي الورشة. كانت ورشة بالحقيقة يعني نحن كنا يعني لهلأ رفقات ولهلأ منلتقي ولهلأ منشوف بعض. يعني هاي المجموعة بصراحة كتير مجموعة فريدة، كل بنت من مكان وكل بنت من يعني من عقلية ومن وعندها إبداعها الخاص وعندها دراستها الخاصة وحياتها الخاصة، وكل واحدة منهم بتعلمك يعني شيء جديد. حلو، بتاخذوا خبراتها وتجارب من بعض، مختلفين يعني تماما مختلفين. أكيد تاتيانا، خلينا نحكي شوي عن نوعية النصوص اللي بتكتبوها. يعني بنعرف نحن المرأة السورية هي أكثر تأثراً طبعاً، لأنه منا اللي فقدت منزلها، منا فقدت حياتها، أولادها، يعني كان عندها تغير جذري حتى تكون أو تعطي أكثر. منا عطت بالعمل التطوعي، منا عطت بالكتابة، منا عطت بعمل خيري. خلينا نحكي عن الكتابة، كيف كانت نمط الكتابات أو النصوص اللي تقدمت من تابة بصوت؟ هلا بالبدايه نحن بالورشه اخذنا طبعا كانت اساتذتنا كلها من المعهد العالي للفنون المسرحيه، مشرفه الورشه كانت الاستاذه مياده حسين ومع اساتذه مثل علاء الدين العالم ولما عبد المجيد. كانوا عمي يعني عندنا نحن صبايا بيكتبوا بس قصص والى اخره وروايات أو يعني هواية، هن يطلعوا منهم كيف يكتبوا مسرح. المسرح هو أول فنون مثل ما منقول، سيناريو يعني مسرح، سيناريو نص مسرحي بالضبط. هلأ المسرح هو اللي بيطلع من الأزمات عادة بالبلاد، وهو اللي بيشيل الهم، وهو اللي بيعبر عن الهم. فكان كتير مهم نعرف شلون نكتب مسرح. بعدين بلشت يعني كانت تجربة ناجحة مع الأنثى، لأنه الأنثى أم عادة بتشيل هذا الهم بالأزمات، هي أكثر حدا يعني بيتأثر، بتفقد أب، أخ، زوج، ابن، بتشيل هم بيت، بتكون بلا معيل أوقات لما بتفقده، فيعني هي بتعرفه كتير منيح لهذا الهم. فكانت بصراحة إنتاجات النصوص اللي طلعت بعد شهر من الورشة وست شهور متابعة من الأساتذة على مدى اللي انكتب، طلعت ثلاث نصوص، نصين انطبعوا بكتاب، وفي نص اللي أنا كتبته كان رايح لمنحة أخرى، لأنه أنا اللي عملته هو مو تأليف نص، أنا اللي عملته هو شيء بيسموه تبييق أو اقتباس من نص عالمي، هو يعني بيئته من بيئة نرويجية للكاتب هنريك إبسن لبيئة سورية، بيحمل الهم بالأزمة اللي نحن كنا فيها. في شيء قصة اجتماعية كتير لها علاقة بالعائلة، وشو فقدت وشو كانت المشاكل الداخلية من العائلة، وشو قرروا بالآخر، وكيف يعني فيها رسالة إنه بتحكي عن كيف لازم نحن كمجتمع ناخد يعني نشيل هم أو نقوم بدورنا بالمجتمع مع الناس اللي فقدت بيوتها، نزحت داخليا، كيف لازم نتصرف معهم، يعني ردات الفعل بهي التنقلات اللي صارت، المضيفين بالمكان كيف كانت ردات فعلهم وكيف كان لازم تكون يعني. وفي منح تانية، هلأ أنا النص تبعي كتبته باللغة السورية يعني العامية، لأنه كنت متجهة إلى بدي يصير عرض، ما كان بدي اياه ينطبع، واصلا ما بحق لي ينطبع لانه هو اقتباس ما نتأليف يعني تماماً. اما النصوص الاخرى يعني ممكن تحكي لكم اكثر. تمام، خلينا ننتقل مع فيحاء. كمان كمانه لكلام تاتيانا، في بنات من الورشه كتبوا بس النص ما صار يعني ما جاهز خلص. كامل فبعدهم يعني عم يكتبوا. نعم اوكي، يعني اكثر من ثلاثه كانوا النصوص. صحيح. اوكي فيحاء، كان عندك شيء اسمه الساعه الواحده، هو نص مسرحي شاركتي فيه، احكي لنا عنه، وهل في فكره انه هو يتنفذ على خشبه مسرح؟ اكيد النص المسرحي ما بصير ناضج او ما بصير قريب من الجمهور اكثر اذا ما نعرض، يعني يعني العرض كثير مهم للنص المسرحي. خلينا نحكي عن الفكرة، عن فكرة النص. نعم تمام. فكرة النص هي كتير نص قريب مننا، من واقعنا، قريب من هذا المجتمع اللي عانى من الأزمة تقريبا تحديدا بال 2017، بس كانت الأزمة
على مشارف الانتهاء يعني. فهو تأثير هاي الأزمة على حياة الشباب أو على حياة المجتمع السوري كاملة، كيف أثرت عليه نفسيا مو ماديا أو أضرار جسدية، كيف أثرت على نفسية هذا البني آدم، كيف صار محطة، كيف بده يتجاوز هاي الشيء وأنه يتخلص من آثار هاي الحرب. بيتوجه لشريحة معينة من الشباب ولا هو شامل؟ تقريبا هو الشباب اللي درس وحاول يبني مستقبله وإجت لهي الأزمة حطمته. رجعته لورا شوي لكن هلا بيرجع. ايه هو عم بدور على الامان. شباب قوي يعني اكيد هو عم بيحاول يدور على هذا الامان. نعم. تاتيانا خلينا نحكي شوي، يعني نحن هلا عم نعاني من ازمه النص اللي كل فنان عم يحكي عنها. انتوا مجموعة من النصوص يمكن يكون في منها الممتاز ويمكن منها الواقعي، هل فكرتوا بأنه تتحول هاي النصوص مو بس لنصوص مسرحية تطبق وأيضا نصوص تلفزيونية أو دراما؟ هل في نصوص أخذت هاي الامتيازات من اللجنة أو من المشرفين؟ هلا تقريبا النصوص كلها اللي طلعت ولي عم تنكتب هي نصوص يعني ما بدي اقول ممتازه، بدي اقول من النوع الجيد جدا، بما انه هي تجربه اولى وبما انه في اشراف من الاساتذه فهم اكيد كانوا متابعينا اذا في اي اغلاط اذا في اي شيء، فهي يعني نصوص جيده جدا حتى كان. افكار جديده ممكن طبعا إيه، لانه يعني هلا النصوص يعني انا بالوسط الفني بالاساس انا ممثله مسرح وبعرف انه في ازمه نصوص، يعني حتى نحن كثير عم ناخذ نصوص تبييق وكذا، فلما يطلع شيء ابداع من واقعنا من تأليف حر عم يكون شيء كتير منيح، بس للأسف نحن يعني هلا النص المسرحي هو دائما بيكتب للعرض، يعني المسرح هو عرض خشبي يعني ما بيكمل قبل ما يكون في عرض. نحن بنتمنى وكتير في توجه انه يصيروا عروض، وخصوصي انا حتى نص يعني كتبته لا اعمله عرض ما لا اطبعه، بس للاسف نحن عم نواجه شويه ازمه، يعني بدنا تمويل بدنا دعم ما بعرف يمكن من مديريه المسارح يمكن تمويل خاص، هي المشكله الماديه دائما، يعني المسرح مكلف مانو يعني مثل دراما وهيك، بس المسرح كمان بده حقه وما عم ينعطى هذا الحق. احنا بنتمنى انه يصير في تمويل لهذا الشيء وينعطى هذا الحق لنقدر نطلع بهي النصوص ويقدر المجتمع يشوف ويستفيد، يعني فاكيد في توجه عرض ولكن نحن بعدنا عم ندور على تمويل للاسف ان شاء الله يا رب ينوجد هذا الشيء. تاتيانا من خلال يمكن التجارب يلي عم تقوموا فيها والافكار يلي عم تتبادلوها ورشات العمل، شو اكثر شيء حسيتي انه لازم ينطرح او افكار تنطرح يمكن بتلامس الشارع اكثر بيتقبلوها الناس، يمكن ممكن مثلا الكوميدي اللي نحن اشتقنا له، او يمكن شو الستايل يلي هلا الشارع هو بحاجته او الناس؟ هلا نحن فينا نوجه رساله باي ستايل، بس أوكي. يعني مثل ما قلتي الجمهور شوي يعني شاف كتر الدراما اللي يعني انا بحس انه ما لازم نرجع نوجعه اكثر او نفرجيه اللي هو شافه، يعني انا ليه عم عيد؟ هلا فيني عيد بس يعني الحس الكوميدي، انا كان عندي استاذي بالمسرحي اللي دائما ابحثوا عن الكوميديا في كل شيء، يعني حتى الشيء المحزن هو كوميدي، يعني نحن بنضحك اوقات على مصايبنا يعني وهو شيء عبثي، يعني فهي الكوميديا بتوصل اقرب للناس، بتكوني عم توصلي رسالة سلسة، انت عم تضحك ومبسوط وكذا بس كمان عم تصلك رسالة، بس إلها تكنيك كتير لازم ينحبك بطريقة، يعني ما تصير القصة تهريج أو تسخري من الموضوع، لا بدك يعني تعتمدي كوميديا الموقف أكتر، يكون بطريقة كتير متقنة لحتى تكون قريبة. كوميديا المسرح قديش صعب وقديش مهم وقديش يمكن لأنه هو في شعرة بينه وبين التهريج، يعني تماماً. ممكن نكون نحن مفكرين أنه الناس عم تضحك وعم نكوميك، بس هي نحن ما عم يكون في تقل الكوميديا الحقيقية بالنص، يعني عم يكون فلازم كتير ينتبه، يعني المخرج أو الممثل لازم كتير ينتبه بهذا الشيء، هو أكيد أقرب للقلب يمكن. أكيد فيحاء خلينا نحكي شوي، كيف شفتي التجربة كتابة النصوص بما أنه التجربة الأولى لإلك، ونقل كفاح المرأة معاناة الشباب عبر النص، كيف تدربتي كيف اجتك أولى الأفكار شلون لقيتي صعوبة، يعني احكي لنا هي المشاعر اللي أنت عم تكتبي النص لأول مرة اللي انتابتك. هلأ بالبداية أنه يكون في ورشة بتهتم بالمسرح بظل هذا، يعني إحنا عندنا ثقافة المسرح شوي قليلة أو التوجه أكثر عم يصير نحو الروايات والقصص والسينما، ف
وجود هيك ورشة كتير بفتح مجال إنه في نتعلم في نص معين بالمسرح، تكنيكات معينة أكيد لكتابة النصوص تعلمتوها أكيد، فكيف إجت هيك تكون شيء مميز لإلك؟ كيف حاولتي انك تنمي حالك؟ هل قريتي مسرحيات طبعا عالمية؟ احنا بالورشه كان عندنا المام بكل شيء بالمسرح، سواء المسرح الغربي او المسرح العربي، كيف نشا المسرح، تقنيات كتابه المسرحيه، الدكاتره حاولوا انه يخبرونا كل شيء ويعلمونا كل شيء، وبعدين احنا ناقشنا مسرحيات كتير، هذا الشيء كتير فادنا حتى قدرنا نكتب. نعم. وبالنهايه احنا عايشين بهذا المجتمع، شوية مهارة فينا ننقل قصصه أو مشاكله على مسرحية أو نص مسرحي. أكيد. على أمل إنه بما إنه المسرح يعني أقرب الفنون للجمهور، يعني كممثل مقابل الجمهور ما بتفصل بناته غير كم متر، هو كتير قادر يوصل الأفكار أي يوصلهم الفكرة تبعية النصبة. صحيح. نعم. كتير جميل كانت كتابة المسرح. فيحاء بدي اتشكرك، وتاتيانا شكرا كثير، وشكرا لكل الصبايا يلي مشاركين معكم، ولجمعيه طاق مبسوطه، ويمكن لكل شيء عم تعملوه هيك بفرح قلوب وبيظهر مواهب عن حق وحقيقه على ارض الواقع. ان شاء الله بتلاقوا الدعم الصحيح، ان شاء الله بتلاقوا التمويل الكافي ومواهبكم توصل. ميرسي. شكرا. انا بدي اتشكر وجودكم معنا، وبقول لجمعيه طاق مبسوطه جمعت سيدات سوريات عندهم كم هائل من المشاعر والإبداع والحلم عم يترجموها عبر نصوص، إن شاء الله بتظهر للضوء مثل ما منقول. موفقين، وإن شاء الله دايما نستضيفكم بنشاطات ونصوص جديدة. شكرا لكم. شكرا لكم.